السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعود من خشب السيسم والميبل، والوجه زي ما احنا ملاحظين من السابروس، وعندنا كمان المسطرة من خشب السيسم كذلك، والمفاتيح، مفاتيح عين السمكة بسموها، هذه مفاتيح الأبنوس، تمام. هذه هي مواصفات العود، عود ديزاين تركي طبعا، بس صوت جميل كثير. خلينا نسمع صوته سوا ونشوف. شيء ثاني كمان على العود هذا، خلينا نقول مثلا شيء من تفاصيل، وان شاء الله بتلاقوها في تفاصيل الفيديو تحت اسفل الفيديو، بتلاقي سعر وكل الامور، كل التفاصيل اللي ذكرناها تفاصيل اخرى. بالتوفيق ان شاء الله، الى اللقاء.